الرحمن الرحيم. تجمعت اليوم هذه المناسبة لأحكي لكم عن سعادتي وامتناني بتلبيتكم الدعوة لحضور حفل تنصيب السيد الكاتب العام الجديد لولاية جهة فاس وكناس السيد سعيد زياد خلفا السيد حسن الزيتوني الذي حظي بانتقاء مولوية بتعيينه عاملا على إقليم النواصر وذلك في إطار الحركية الانتقالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخرا. واسمحوا لي بداية أن أقدم السيد سعيد زيان ومساره المهني، فهو من مواليد سنة 1969، متزوج وأب لثلاثة أطفال، حاصل على دبلوم مهندس دولة من معهد الحسن الثاني في الزراعة فوج 1995، وخريج سيت كوين مفتشي إدارة ترابية الفوج الرابع في موسمي 2007 و2008. كما تميز مسار مهني السيد الكاتب العام الجديد بمراكمته لتجربة طويلة في مجال التدبير الإداري، حيث خاض قرابة 10 سنوات بالإدارة الترابية ومثلها بمصالح مركزية لوزارة الداخلية، حيث اشتغل كمكلف مهمة لدى السيد الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية وعلى عدة ملفات استراتيجية خاصة بالوزارة. وقد استفاد السيد الكاتب العام للولاية من عدة دورات تكوينية داخل وخارج الوطن، مكنته من توفر على مهارة عالية ودراية متميزة هامت عدة مواضيع، من بينها التنمية الوطنية، تدبير المخاطر، افتحاص داخلي، تقييم البرامج والسياسة العمومية، وكذا تدبير المرافق العمومية المحلية خاصة النقل العمومي الحضري، وملفات أخرى ذات طابع مشترك بين القطاعات الوزارية. كما قام بتنشيط دورات تكوينية لفائدة موظف وزارة الداخلية في ميدان الافتحاص وتقنيات تنظيم الهياكل الإدارية. حضرة السيدة السادة، تهز هذه الفرصة لدعوة السلطات المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة ورؤساء المصالح الأمنية وفعاليات المجتمع المدني وكافة المسؤولين المحليين بتقديم الدعم والمساعدة للسيد الكاتب العام الجديد حتى يتمكن من أداء مهامه على أحسن وجه، خاصة مواكبة قضايا التنمية المحلية بمختلف مستوياتها، وذلك على ضوء التحولات والإصلاحات الكبرى التي تشهدها بلادنا، من بينها تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ومواكبة الجماعات الترابية في دفع المستجدات القوانين التنظيمية الجديدة. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا، حتى نقول عند حسن ظن صاحب جلالة محمد السادس نصره الله وأيده، والسلام عليكم ورحمة